طيب استاذ محمد عيسى، حضرتك مدير لسلسله كافيهات في القاهره، لو طبق هذا القرار انت متضرر ولا مستفيد؟ انا هبقى متضرر حضرتك لو اتطبق على الكافيهات والمطاعم. لا احنا بنتكلم عن يعني المحل بشكل عام، المحل يعني العام لا. وعلى فكره الفكره الخطا اللي عند بعض التجار ان هو رزقهم هيقل، رزقهم مش هيقل، لان الزبون النهارده عارف او الجست عارف ان هو هيفتح من الساعه كذا للساعه كذا، فهيخش في الوقت ده ياخد حاجته كلها، فبالعكس هو هيبقى مستفاد اكتر ان عنده توفير في الطاقه والبنزين، والحاجه اللي اهم من ده هيبقى في ترابط اجتماعي. طب بتقول لي، طب يعني عفوا يعني بتقول لي انك انت هتبقى متضرر لو طبقت بس على الكافيهات والمطاعم، ازاي؟ لان حضرتك النهارده كافيهات العالم كلها بتشتغل بالليل، السياحه كلها النهارده يعني مش كل العالم، لان انا بسافر كتير وبشوف انه في مواعيد محدده بتغلق. ما هو محدده، ما هقول لسيادتك يا عمرو بيها عندها محدده لغايه 12 بالليل. يعني حضرتك النهارده لما المحلات تقفل الساعه 8، سي احنا بنحط اكزامبل الساعه 8 بالليل، عبال ما يروح ياخد ولاده وينزل بيهم عشان ينزل يقعد في كافيه يغير جو، هل الساعتين دي هتبقى كافيه؟ وبعدين في مهن مرتبطه بيا زي الموسيقيين، النهارده المشتريات بتاعتنا احنا اثرت على بتوع الخضار والفاكهه وكل حاجه، لان ما بقاش في عندي حاجه طالعه. فاذا النهارده انا قفلت المحبس على الناس دي برضه. الحاجه اللي وراها انا مش هقفل المحبس، انا هحدد ساعات. ما هو مش هقدر اغطي تكاليفي. ما النهارده هتحددها للساعه 12. طيب لما حضرتك تحددها للساعه 12 وباقي المحلات او باقي الانشطه الساعه 8 بالليل، هل حضرتك يا عمرو بيها هيقدر ان هو يروح يغير وياخد اولاده ويجي لي؟ مش هيجي. هيحسبها كده. ولو قعد هيقعد ساعه، انا هقدر اغطي تكاليف الكهرباء بتاعتي والعماله؟ طيب ما هو يعني المصريين كلهم مش يعني شريحه واحده، في شرائح هتجي لك يعني في مواعيد الغلق والفتح، بس احنا بلد يعني مواعيد قصدي محدده، وفي شريحه مش هتقدر. احنا بلد سياحيه، الناس عايزه تيجي تسهر، دي حاجه تانية هنتكلم عنها.